في مطلع الثمانينيات شهدت مخيمات تندوف عملية تهجير من نوع خاص. يعني فترة سوداء حمراء تاريخ البوليزاري. أزيد من 5000 طفل تم نفيهم قسراً إلى الجزر الكوبية أمام أنظار المجتمع الدولي. أمي بقات تبكي وهي غتشير وتذر عليها وتبكي وأنا قلت نبكي والناس كلها تبكي العليا تبكوا. ماذا عن ظروف تهجيرهم؟ أكثرية الناس مشيت عن طريق البحر. وش كان البحر هذا؟ كان الحلالي في التحت وكان البقر. ما حقيقة استغلالهم للعمل في الحقول؟ بالصح بالصح ترى عملة تمارة. ما طبيعة تكوينهم العسكري وشحنهم الإيديولوجي؟ بعد خطات وعانا بالغرطاس يدخل علينا ناعسين احنا ويترتلوا التعمار. أنا غريب يقول لنا فيه خايب ما خالق شي خايب ما في المغرب. وأي مصير ينتظرهم بعد العودة إلى المخيمات؟ حتى منين نجي كتنصدم أصبح هذاك لا واحد من كوب مساكين فيزدي. إحنا ضحية السياسة اللاعنة والسياسيين. تذكرة مفتوحة إلى كوبا يأتيكم عند الأوقات التالية على قناتكم ميدي أن تيفي.